خلينا ناخذ على التليفون على كل حال يعني من المغرب الاستاذ عبد العزيز بلوبدالي الناقد الرياضي. يا استاذ عبد العزيز بونجور والف مليون مبروك حقيقي. بونجور وكل تحيه لقناه الاهلي والزملاء الكرام وشعب مصر العظيم. قناه الاهلي وكل القائمين عليها وكل العاملين فيها وكل منسوبي النادي الاهلي المصري بيتوجهوا لحضرتك ولكل الشعب المغربي الشقيق يعني كل التحيه والتقدير والتهاني. اللي حصل ده حدث جلل كنا بنقول كده من شويه وامر غير مسبوق بالمره، فاكيد بيبقى له انعكاسات عندكم، فخلينا نعرف من حضرتك استاذ عبد العزيز فرحه الشعب المغربي بهذا الانجاز وتوقعاته لما هو قادم عامله ازاي؟ انا اتمنى انكم تكونوا شفتوا فيديوهات امس جلاله الملك محمد السادس هو يجوب بسيارته الخاصه شوارع مدينه الرباط ولابس القميص قميص المنتخب الوطني ويشارك الجماهير فرحه التاهل. هذا دليل واشاره قويه على ان التاهل المنتخب المغربي ادخل الفرح للملايين المغاربه والعرب والافارقه. واحنا تابعنا التغطيه الاعلاميه المصريه الممتازه جدا وحسينا وشعرنا بالمصريين وما يفرحون وكان منتخب طبعا هو الذي يحقق هذه النتائج. وهذا ليس غريب عن ام الدنيا، مصر كانت دائما تقود العرب وتقود الوطن العربي. فالف الف شكر لمصر ولكل الدول العربيه. استاذ عبد العزيز بقى خلينا نتكلم في اللي جاي، يعني احنا لحد دلوقتي فخورين جدا بما يقدمه المنتخب المغربي على الارض، فخورين باللعيبه، فخورين بالركراكي هذا المدرب اللي هو ما يعتبرش كبير في السن، يعني 39 سنه برضه سن اعتقد مناسب لكن خبره عاليه جدا. خلينا بقى نتكلم في اللي جاي وربع النهائي وهذا التالق والتاهل، متوقع ايه حضرتك برضه كناقد رياضي؟ هتشوف اللي جاي ازاي؟ ايه النصايح اللي بتقدمها لمنتخب المغرب علشان برضه يبقى بيحقق نفس المستوى لو حققه في البداية؟ أكيد نتفق على شيء مهم وهو أن المنتخب الذي يفوز على بلجيكا يعني من القوة العظمى في كرة القدم العالمية، يفوز على كندا، يفوز على إسبانيا، يحرج كرواتيا، فهذا المنتخب قادر على تحقيق أي نتيجة أمام أي منتخب كيفما كان مستوى بتاعه. المنتخب المغربي كان ينقصه منذ زمن طويل اللعب بالروح العالية، الروح القتالية بين قوسين. المنتخب المغربي افتقد هذه الميزة منذ السبعينات والثمانينات، حيث كان يتواجد أسطورة كرة القدم العربية أحمد فرس الذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء إن شاء الله ونفتقده كثيرا في هذا المونديال. أحمد فرس غني عن التعريف. قلت ان الميزه اللي اضافها وليد الركراكي للمنتخب المغربي هو انه نجح في خلق روح العائله بين اللاعبين، هذا كنا نفتقده كثيرا فيما سبق. ثانيا تكلمتم عن السن الصغيره بتاع المدرب وليد الركراكي، هذه ميزه اضافيه لانه قريب من اللاعبين يفهم عقليتهم. طبعا هو لاعب كلاعب تكون في اوروبا في فرنسا وكمدرب تكون في المغرب، وتذكرون معي ان اول مهمه تاطيريه كانت له كانت في 2014 في نادي الفتح الرباطي اللي حقق معاه في السنه الاولى انجاز تاريخي يعني الفوز بالكونفدراليه الافريقيه وكاس العرش، ثم انتقل الى الوداد الى قطر، بعدها الوداد اللي حقق معاه فوز كبير في عصبة الابطال امام من؟ امام نادي القرن نادي الاهلي. فكان من الضروري ومن يعني ان تمنح له فرصه قياده هذا المنتخب الشاب، وراينا كيف ان لاعب مثل حكيم زياش اللي كان يعني مغضوب عليه في الفتره السابقه من المدرب واحد خليل وزيتش كيف استرجع روحه المعنوية العالية طبع. وكيف يبذل كل جهد طيلة دقائق المباراة عمر المباراة. فوليد الركراكي نقطة القوة
اللي نحن نقرها له وأنه قريب من اللاعبين صحيح يحبهم يعطيهم حب كبير، وبالتالي احنا كبشر الذي يعطيك الحب ضروري انك تبادله نفسك. اكيد، والنقطة كمان ان هو محلي، يعني لما تيجي تتكلم عن المنتخب ومعاه مدير فني محلي بتفرق جدا لما تبقى بتتكلم عن المنتخب معاه مدير أكيد. فني اجنبي. احنا نتمنى كمان هذه التجربة زي ما نجحت معانا في مصر قبل كده تكرر مرة تانية، يعني اعتقد دي بتبقى نقطة قوة وفيها انتماء زي ما حضرتك تحدثت بشكل كبير. وفي زميلتي المحترمة في نقطة إضافية، ان لاعبي المنتخب المغربي يعني 90% منهم تكونوا في أوروبا في بلدان مختلفة في أوروبا، هولندا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، وكل واحد منهم يتكلم لغة البلد اللي نشأ فيه. وليد الركراكي يتقن هذه اللغات كلها، فغير محتاج أنه يعتمد على مترجم يكلم يتحدث مع حكيم زياش مثلا بالهولندية، يتكلم مع أشرف حكيمي بالإسبانية. فهذه المسألة كانت إضافية طبعا. بالنسبة للمباراة يوم السبت المقبل ربع النهائي إن شاء الله أمام البرتغال، أولا رسالة إلى لاعبي الفريق الوطني أنهم لا يغترون بهذا المسار الذي قطعوه في المونديال. يعني الفوز على إسبانيا أو بلجيكا يجب أن لا يكون سبب للتعالي او الغرور. صح صح، لازم يبقوا مركزين على المباراه القادمه. وبحول الله يعني البرتغال احنا كنا فزنا عليها في مونديال 1986 ب3-1. ان شاء الله يتكرر هذا الامر باذن الله في اللقاء القادم. ان شاء الله انهزمنا اننا في 2018 باخطاء تحكيميه فظيعه. فاليوم ان شاء الله عندنا من لاعبين من المقومات اننا نكون الند للند، ولما لا يستمر الحلم اللي يتكلم عليه وليد الركراكي. ضروري حضرتك يا استاذ عبد العزيز تكون عارف بل ومتاكد ان ده مش حلمكم فقط كمغاربه، ده حلم العالم العربي كله. احنا بنتمنى لكم أكيد. كل النجاح وكل التوفيق ان شاء الله. مليون مبروك على اللي فات، وان شاء الله نقول لكم مليون مبروك على القادم. شكرا لك يا استاذ عبد العزيز، نورتنا. شكرا لقناه الاهلي، وشكرا لمصر الغاليه. شكرا، انا شفت الفرحه في الشوارع وفي المقاهي. شكرا من القلب. طبعا طبعا، شكرا لحضرتك. مليون مبروك.